بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمد النعماني، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية بكلية الطب. يمكن حقيقة في سؤال مهم تاني، هو كيفية تشخيص متلازمة الشرايين التاجية الحادة. التشخيص بالنسبة لمتلازمة الشرايين التاجية الحادة أو قصور الشرايين التاجية الحقيقة هو عامل مهم جدا في نجاح العلاج، وكل ما التشخيص ده كان مبكر خصوصا خلال الدقائق الأولانية أو الفترة البسيطة اللي بتحصل بعد الأزمة، ده بيحدد وبيترتب عليه نجاح العلاج وإنقاذ عضلة القلب قبل ما يحصل فيها أي نوع من أنواع التليف. التشخيص بتاع قصور الشرايين التاجية بيعتمد على حاجتين. المريض طبعا أول ما بيحس بأعراض أشهرها ألم أو وجع أو تقل أو حرقان أو ضغط في منطقة وسط الصدر أو الناحية الشمال من الصدر أو في منطقة فم المعدة أو بالنسبة لمنطقة الكتف خصوصا الشمال أو اليمين. الحقيقة بنحاول هنا إن احنا نعمل بعض الوسائل التشخيصية السريعة اللي تمكننا من إن احنا نصل إلى التشخيص، وأشهرها طبعا حاجتين: رسم القلب والإنزيمات الخاصة بعضلة القلب، عشان يعني في الحالة دي نصل إلى التشخيص المبكر اللي يترتب عليه إن الحالة دي فعلا متلازمة للشرايين التاجية الحادة، أو يترتب عليها إن احنا نبتدي ندي الإسعافات الأولية أو مذيبات الجلطة، أو يتم تحويل المريض إلى غرفة القسطرة القلبية.